جناح السلام وبعيد حكم القدر تفرج جناح السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب ما انت اللي عصيتوا علينا يا ريس بحنيتك الزايدة وبيحبك المالي واول ولا اخر ده في النهاية بقى يقل ادبه عليك وبقى بالمناسبة يعمل لي في حاجات ما مفهومة عشان كده بالمناسبة المواضيع دي دايرة مواجهة دايرة منا انه ندي العين الحمراء نحن لازم نضغطه ونحن الحقارة ما من دورة يا ريس حتى لو من زول عزيز علينا زي ضبة ضبة ريتو مزروعة في قلبي سيرتو كان جات ساكن ولا طريته بفرح درفك درب يا اخوانا لكنه ما غدر العشره خان الخوه خان خوتك معاه وجاني هنا بعد ما قال له كلام فارق ومشى عشان كده يا ريس لازم ينتقد لازم نعصره عصر صغيره كده يعني خلينا نأدبه لك ادب وهو يجي راجع لك هو زاحف على رجلينه بس ما تأذوه عصره خفيفه كده بس وما عندك مشكله ليكم يا أولاد أيوة أديتكم الإذن السلاح حسني
شنو يا سعد يا اخي انت مالك وقفت؟ ما نمشي كده يا اخي على الوكر نشوم ونشفط لنا شويه هبوب؟ لا ما في حقيقه انا يعني ما هنا ما جد انت ماشي؟ لا ما بقدر ما ماشي ما ماشي ما ماشي ولا ما عندك سلاسل؟ ما عندي سلاسل وما عندي مساج. ما عندي سلاسل وما عندي مساج. على كيفك يا أخينا. المهم يا سعد الموضوع إياه ماشي تمام، بس في شوية حاجة كده ناقصة. موطع عرس؟ غير لينا قرشين ثلاثة كده عشان نتمها. أيوة أسمع بالله، موطع عرس تانا ساتي هسي يعني؟ قل ليهم قال لكم الجماعة قال لك أجلوا شوية. أجلوا لمتين؟ وجماعة ما منتظرينك يا أخي. ده كلام شنو يا سعد يا أخي بتقول ده يا أخي؟ الله يا قال لك أنا ما جاهز. شفت ليك سو ما جاهز بعمل له طيب لمتين؟ لمتين؟ ولا أمشي أقول شنو؟ كل يوم نسوته قال لكم ما جاهز ما جاهز ريس. كل يوم قال لكم نسوته ما جاهز. لما ممكن يا سعد يا أخي تصرف أنت براك عملك أي حاجة يا أخي. ده كلام غريب جدا يا أخي. أنزل يا أخي أنزل خلي أنا أمشي. أنزل؟ أنزل وين؟ تنسي ال 14 تنسي وين يعني؟ ما تنسي فوق واطتي خلينا نمشي يعني ما حد مشي على الوكر مش كده؟ ما بقدر امشي ولا حد تنسي قال لك يا انسي لنا من هنا تيا انسي ما انسي يا قال لك انسي قال لك انسي يا كده الحقيقة نحن عايزين أربعين شوال بتاع اسمنت، وعايزين بوهي وعايزين فرش بتاع بوهي، وعايزين جبس، وعايزين أيوة مسامير مسامير وأدوات زي دي يعني بتاع الطلي واللمط. عندك الحقيقة طلبتوها دي كلها كانت عندي وخلصت، لكن أنا أوريكم واحد تمشي له الحاج يوسف رضوان. ها المغلق داك داك الاخضر ده ايوه ده عنده الحيات كلها بتلقوها بيديكم سعر كويس جدا جدا. لا 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 لا, لا بالمناسبه الا المغلق ده بالمناسبه والله. ليه يا اخي ده راجل فاضل يا اخي حاج يوسف ده؟ هو راجل فاضل، احنا زمان كنا زباينه بالمناسبه. أي نعم. كنا بنشتري منه اي حاجه وعارفينه، لكن بعد ما شغل معاه الزول داك الزول ده شغل معاه زول كده ده الزول دمه زول كده شغله معاه واحد شغال معاه اسمه خالد. ما هو ده المصيبه زي هو ده المصيبه ده الكارثه جايب البلاوي دي كلها بالمناسبه. خالد شو ده اسمه ضبه اصلا ما هو والله قال ما هو ضبه ايوه ضبه المشهور ده ايوه في الجرايد ده اصلا ما ممكن اصلا ممكن خليك كده لغايه ما الفاس تقع في الراس. الزول ده شرير وحيضركم بالمناسبه ينتهي منكم بالمناسبه حرام والله ضبه خالد ضبه قاتل حيلك وغاشي الراجل الطيب ده عشان دار تعمل عملتك. شنو يا اخوان عاوزين شنو؟ لا الموضوع ما بهمك انت. ها كان سلون ولا بتلون ها؟ لا يلا لا كسبك لكن يا جماعه لو ما قدرت استاذكم دي اقيف يا خالد اقيف عقل حاج ما خلينا نريح نفسي كده ونمت وريت بالمناسبه وحتلقاني هنا كل يوم قدامك وحنفضحك فضيحه. اطلعوا برا من هنا حنفضحك. اطلعوا برا ولا اجيب لكم البوليس. اطلعوا برا اطلعوا الحاج تمر اللي في عروقي حاج ما خلينا جايين بويس. تثبت نفسك يا حاج هدي اعصابك انت. هم قاصدين انه يستفزوك عشان تتهور وتغلط. اوعى تديهم الفرصه دي. انت احسن منهم. انت فارق تدريب وهم الخسرانين دلوقتي. هدي نفسك. يلا اجيب لك ليمون عشان تروق اعصابك وتهدى. معلش. انت قاعد ليه هنا وما جايب خبر والناس دخلت في الغريق؟ الناس دي من؟ الناس اللي بتعزهم اختك ما بتعزني يعني؟ رشا بالله انا ما فاضي لك. طيب على كيفك؟ يا سلام يا رشا، انت اصلا ما حاجه يوم عليك وتكوني موضوعيه تخشي في الموضوع طوالي كده. يعني انا ما موضوعيه ولا شنو؟ يعني الموضوع ما محتاج للبهارات الكثيره اللي بتعملها دي. لا بدون بهارات بقى ما حيكون عندها طعم.
فيشني يا رشد؟ حصل شنو؟ باختصار يا سيدي، أنا الليلة ما كان عندي حاجة، وأنت مشيت المكتب بتاعك ونست كده مع هدى. هدى؟ بعدك مني عرفت إنه والخالتها مجرد حكاية قديمة، وإنه هي زي فتش الجوال كده وما لقيت لها أي حاجة. ولقيت منه؟ بقى أفهموها يا عالم. يا سلام، تفضل يا خالي. شكرا يا حاج، تفضل. خيرك؟ اشرب اشرب طوالي. اشرب اشرب. ان شاء الله كويس دلوقتي، هدأت شويه. الحمد لله يا حاج. ها؟ الحمد لله. شفت انت قدر ما تقدر امسك اعصابك، خلي اعصابك بارده، عاملهم بكل هدوء. الناس دي هم ما بريحوك ما بخلوك، لكن انت اصله ما تقبل اي استفزاز وما تستجيب له. حاول يا حاج. ايوه لكن ما قادر، ما قادر. كله كله. ليه؟ ليه؟ عارف خايف يا حاج، خايف. لا ما تخاف. تخاف ليه؟ خلي ثقتك في نفسك كبيره، انت خليك قوي، اوعك تنكسر ابدا، وانا معاك. ما حد ما تقبل تلقاني جنبك. الله يقدرني على جزاك، ادعبتك كثير جدا معايا يا حاج، والله جبتك في البلاوي والمصايب، خلان منك انا والله. لا 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 خي، عيب 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 الكلام ده يا خالد. يا اخي انت لو عارف ثقتي والمكان اللي خاطيك فيها والله ما كان تقول كلامك ده. والله انت عندي اقرب من جناي. عارف يا حاج والله عارف، بس ربنا يقدرني على جزاك. قلت لك عيب الكلام ده. جزاي انت تبقوك قوي وتثق في نفسك، تعامل الناس دي بمنتهى البرود. هم حيحاولوا يستفزوك قدر ما يحاولوا يستفزوك، انت خليك بارد واعصابك هاديه، في الاخر حيقنعوا منك ويفوتوا. ان شاء الله يا حاج. باذن الله وربنا حينصرنا ان شاء الله. سين اشات بسم، السين اشات بسم، ماشي علي تكسم، حلاوه خفتهم سالت عني الهم. السين اشات بسم، السين اشات. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت شنو مرضت يا أخي؟ قلبت عليك الوظيفة كده، قلبت عليك الدنيا كلها لحد ما عرفتك بإيجاد. تها شنو حكايتك أنت يا أخي؟ وأنت كلاب ولا شنو أصلك؟ حكايتك شنو؟ في شنو يا مالك يا حسنين؟ شابك شنو هنا؟ شابك بس في الحوكة الحتة شنو؟ عرفتني هنا كيف ساعتك؟ عندي لك جنس خبر يا سعد. بالله خبري مخول، خبري جني. قد يكون خبر خطير. قول خبر خطير يا سعد، خطير. قول خبر خطير بتاعك ده. هقول زول شغال مع ابوك ده، ما كشفت لك ورق، ما جبت لك خبر. قول. انا ما ابو الاخبار يا سعد. طيب قولها نشرة تسعة. قولها. ها قول. ده ما ابو الحم يا اخي. ابو الحم ده ما الحرامي ضبه. كتيمه كتيمه، ومن زمانك احنا عارفين حكايتك. كتب الله سعد. شايف ليه خفت؟ يا ولد استنى يا ولد، عايز اتكلم معاك. ما تتكلم معاي وانا ما عندي معاك كلام تاني، وقال لك مع السلامه كده. كده كده تمام التمام. انا عندي شغل ما فاضي لك. هاي يوسف، دار اتكلم معك شوية يا أخي. اتفضل اتفضل. خالد الشغال معك في المغلق هنا ده، ياهو ضب المجرم ولا ما ياهو؟ ياهو ياهو ولا ما ياهو؟ ياهو ياهو. ليه يا حي يوسف تسوي فينا كده؟ الكلام ده منك ما صح يا سليمان. الراجل تاب واستغفر وبدأ صفحة جديدة. أنا والله لو ما تأكدت منه ما كنت شغلته معي. تجيب لنا واحد زي ده تخطه في وسطنا ما غلط كده؟ انت اسمعني، الزول تاب توبة نصوحة، وأنا ما شفت منه إلا كل خير، وأنا والله ما قصد إلا عمل الخير. أطرد يا حيوسي فاسمع كلامي.
مرحبا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ أحمد. كويس. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. إن شاء الله طيب. الحمد لله. تفضل. الله يبارك فيك. لا أنا مش عاجز. شوية أدخل. لا أنا مش عاجز. أنت تعال. نعم. بس أنك للغدا ما جيتنا ليه؟ ما لكن ما كنت مع الشيخ يوسف قال لي عندنا غدا هناك مع الجماعة ديالك نمشي نتغدى معاهم. والله يوسف ده مغلمنا غلبة. يعني الحكاية شنو يا أخي ما أشكك طوالي كذي يا أخي. ما معليش أنتوا نسوا المسألة دي مع بعض أنا ما أرضيك أنت وأرضيه. أنا يا أخي والله كل مرة أكلم فيه يا يوسف يا أخي خلي المجال دي بيناتنا عدالة يوم ليه ويوم لينا خلاص الحكاية دي اتفقوا عليها ما بخليه ما بخليه شفت كيف نمشي عليه وحجشه أقول له يا أخي زول ما تمشي كذا صوالي يا أخي هيا كويس جدا شوف نعم الشيء المهم جايك ليه نعم الليلة بعد صلاة المغرب نعم عندنا عالم جايين فوق الجامع ما شاء الله الشيخ عبد القادر الله الله جاي يدينا حصة فوق الفيخ ما شاء الله تبارك الله علمنا العلوم الدينية كلها والله شيخ عبد القادر احنا مغرودين فيه ودايرينه بالحيل اها جبنا لكم في محلكم رايكم شنو بس والله ده الكلام أيه. بارك الله فيك الله يبارك انا بمشي الجماعة كله ونلف عليهم في بيوت ونكلمهم واقول لهم شيخ عبد القادر جاي أيه. ونمشي ان شاء الله كلنا نجتمع في الجامع والجامع لو عايز نظافة انا بنظفه بس جايه تمام بجيه بارك الله فيك الله يبارك أها. أها. نتقابل صلاة المغرب باذن الله فوق الجامع سمح السلام عليكم وضحتك الله الله يبارك فيك برعاية الله الله يسلمك الله يبارك فيك وبتاعتها شفتوا كتير ولا شنو؟ كتير جدا كراتين وفي المخزن برضو فيه بالله والله بعدين في حاجة مهمة جدا الحاجات دي كلها مسجلة وأسعارها مسجلة طبعا انت نسيت الأسعار ما كنت حاطره معاكم وبتاعتها برضو شفتوا كتير؟ برضو كتير في منه كمية كويسة جدا ما انتو كانت مالا شتيت؟ تمام التمام الخير راقد ما في مشكلة وبتاعتها برضو شفتوا كتير؟ برضو كتير طيب مليت التكان كله بس انت شد حيلك نتعاون مع بعض عشان المسألة تمشي كويس ها؟ بتاع هيدا كله فيه ما في عندك أي مشكلة. مليت الدكان كله ما عندك كل عارف. تمام التمام. الله يساعدك. الدكان مليان يا أخوي مليته كده. الحمد لله. شفت يا سعد؟ أنا والله دلوقتي كده والله مبسوط وسعيد منك جدا جدا. أنت بس ابقى جنبي طوالي ان شاء الله ابوي تاني أيوة. تلقاني معك من الساعه 6 صباحا أيوة. تلقاني يدك ايوه يدك أيوة. يا تا تي يمين الله يستر عليك يا ابني الخير ده كله ما حقكم انتوا هاي حقي تعبي ده كله ما عليكم انتوا هاي حقي انا بفوت وبخليه لا يا ابوي ما تقول كده ان شاء الله ما تفوت ان شاء الله رب العالمين ابوي يقعد معانا هنا 30 سنه الله يسعدك يا ابني المهم انتوا بس تحافظوا عليه وربنا يبارك فيه ويزيده يا خالد نعم يا حاج زي ما وصيتك يا خالد طيب يا حاج ان شاء الله نعم. ربنا يبارك فيه اي خدمه اهلا كيف الحال جايين نطمئن عليك مش نعرق لك كده هين ولا لين وجايين برضو طبعا نوصيك ونقول لك بالمناسبة والدختك اللي قاعد تخاف عليه ودول بتريده كلمه كويس بالمناسبة يعمل حساب ولا يا مادي ما يحوم كتير لأنه العقارب حايمة سعيكم مشكور الله يبارك فيك نحن جينا نوصي وبس مع السلامة مع السلامة طيب يا أستاذ
طيب شكرا لك يا شكرا لك يا كيف حالك؟ لسه ما جمعته؟ العربية؟ اي والله لسه ما جمعنا ان شاء الله خير. الله ربنا يحوينا يا اخي. الله ما خلينا حتى ما فتشنا يا اخي. والله لكن دي عوجة. ان شاء الله يا اخي. قايت ربنا كان قاسم لنا فارزق بنلقاه ان شاء الله. تفضل شويه شباب. شكرا يا الله. والله ماشي مستعجل. الله يبارك فيك. طيب الله يفضلك. طيب نشوفك ان شاء الله. الناس دي المالون يا شباب؟ لا ناس البيت دي والله عربيتهم سرقت. الزول القاعد في البيت دي المحامي الشاب المحامي ده هو عربيته سرقت ذاته انت متأكد؟ اي هو المحامي ذاته عربيته سرقت. متأكد من كلامك ده؟ متأكد جدا والله حسنا سرقت. لا والله كويس جدا لكن ما تعبت معايا يا ريس. كلابك يا ريس شالوا عربية ود اختي ودوها وين؟ دبه يا دبه انضم انت عارفني كويس يا ريس الفوت لك كثير يا ريس بقرضك والله يا قرضك والله تموت ودوها وين؟ بتكتم نفسي يا اخي تم حياتي ذات انا ودوها وين؟ ولك ودوها وين اشتم؟ ما اعرف يا اخي ما عارف انت اللي عملت العمليه دي كلها يا ريس انت اللي خططت الشغلانه دي كلها يا ريس قلت لك انضم ودوا ورشه فضل السيد شابكنا انا دكسه دكسه يا كورناف والله لكن بس جو مارق له اخته كده قال لي يا اخي اسمع الناس دي المشوا وين قلت لهم مشوا كده وانا جيت طير رقبي يا عارفك يا ورات تفتيحه انت لا طوال انا تفتيحه وما خواف والله لكن عوقنا ولك عويقه يستاهل عشان تاني ويا ما يشوف اكتر لكن يا اخي دبه ده ما بيرضى فود اخته ده عشان كده القصه حتكون مؤلمه مؤلمه خالص لكن بس افكر فيت انا والله يعني مكيفاني مثلا دقسنا يا مارق كده كورناف شنو دبه جاي ها دبه جاي خليه يجي يا زول انت جنيت انا ما معك ولا اي حاجه أزبط. ما بثبت ولا اي حاجه يا اخي انت ما بتعرف نيته زي حماد خليك سابي يا كورنها قلت لك انا انت قلت لك اثبت ضبه ما والله ما والله ده كورناف خليه يجي ده كورناف عمل حسابك يا ضبه عمل حسابي عمل حسابك منك انت ايوه انت عارفني كويس يا كورناف تعال تعرفني تعال اجيك والله لك اجيك انا اجيك عشان قلتلك شوف كلمة وغطايتها العربية دي ترجع مع المعجات فورا وما لحيلك ورجعك قلتلك تقوم ترجع ما تقاوم ما تقاوم قوم على حيلك قوم على حيلك يا كورناف أحسن تلم باقي حياتك وش في العربية دي وش في العربية وش كده ما تتكون كبوتة هنزلوا كبوتة وش يا بالعربية؟ جوا تعالي أنا وش؟ وجوا السبتوا يا عمر هذه تضبحوا تضبح على منو انت؟ صاحبي ده عندك هنا
والله مبروك لقينا العربيه. معقول؟ والله بعد ما فقدنا فيها الامل واعتقدت ان انت ما حشوف العربيه دي خالص، فتحنا الباب فجاه لقيناها قدام باب البيت. حكايه غريبه. معجزه معجزه عديل حصلت كيف ما قادر اعرف. والله الحمد لله على السلام. انا زعلت على زعل تقول عربيتي. وهي ما عربيتك؟ لا ما عربيتي، عربية الزميل. زميل بس؟ زميل عزيز. خالد يا خالد. نعم يا حاج. يلا يا جماعة قفلوا عشان نمشي نتغدى. خلاص يا حاج أنا بقفل وبجي لاحقكم. لا 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 والله الحجل بالرجل. تمشي وين؟ أصله ما فايتني يا حاج. يا حاج ما كل يوم كمان نديني كل يوم. ما كل يوم ليه؟ هي ما فيش ما لقمة. لكن حاج احمد ده ما بنتظرني مره، ما مقصر معايا حاج كمان. قول له الحاج حلف علي، قول له يوسف ما شبك فيه وابى يفكني. والله نحن الاكل ذاته بقى يخش فينا في السوق تقعد تاكل معنا. يجبر بخاطر يجيك واحد من ابننا. الله يجبر بخاطر. يلا يا سعد، سعد قوم قفل. يلا يا سعد. انت مالك مالو جسمك مسخن شاعر بحاجه؟ قوم يلا لما نوصل البيت هناك بدنا نقلب حبوب ولا حاجة نصلح باب. يلا يا جي. يا حاجة حاجة فتحية يا ناس البيت. هوي حبابك يا خالد. كيف حالك يا حاجة؟ حبابك مرحب. الله يبارك فيك. اتفضل. ان شاء الله كويسين. انت ما بتدخل طوالي البيت مع بيتك كمان بتستأذن؟ يا حاجة مع الوصول لكن هاك يا حاجة. سلام. اكثر خير. امسكي كويس يا حاج. شنو يا سعد مالك؟ ها؟ مالك انت تعبان كده مالك؟ لا انت لا ابوي صداع بسيط كتي. صداع؟ صداع. عندي انا حبوب صداع سمحات يشيلوا لك هسه يجيبوا لك. طيب انا في اوضتي. الواد ده طار راح وين؟ اهلا يا حاج. لا لا خليه قاعد. سعد قال مصدى شويه وتعبان اظن يكون دخل جوا نام. ايوه ما انا هو ده جبت له الحبوب عشان اشوفه راح وين. سامح يا حاج. يا سعد سعد يا سعد. مش ليه يا حاج؟ الولد ده قال عنده صداع هاك اديه الحبوب دي. سامح. وجهز لنا الغدا بسرعه لانه طالعين لنا في مشوار. الغدا جاهز يا حاج. كلام جميل بيستعجل. سامح حاضر. الدنيا منى واحلام فرود كم ساعه جميله. سعد فرود كم ساعه يا ولد. سعد شنو الحبوب رسل لك ابوك قالك ابلع الحبوب. شنو يا حبوب شنو الدنيا بهجه والانوار ولعت كلها وبحتلك الكوره 2-1. يا ولد سعد اسرعوا يا ولد اكلت العيش. سعد هسه ماشيين السوق. انت قمت على هدرشتي دي تاني يا ابا قالوك البهجه حاصله والناس هسه ماشيين. خلوني انا بعد اعرف. طيب حس اقوم قوم ابوك مسلك بالغدا قوم يلا ما بقدر اكل. خلوني انام. خلوني انت اكل ايوه يا خالد والله حاج ما اتفقنا مع اهل العروس تاني بس فضلينا نعم نحدد العقد
نعم. شهر كويس معك؟ لكن يا حاج شهر ده ما ممكن يعني شهر ده ما حاجة بسيطة جدا. ما بسيطة ولا حاجة بسيطة يعني أصله تاني عندنا جنوب ما عندنا حاجة. يا حاج العرس ده ما عايز استعداد وتجهيزات وكذا. حالتك جاهزة مما جميعه والحمد لله يعني سد المال الشيلة العزومة كله متكفل به مما جميعه ما عندك أي حاجة ناقصة. لكن يا حاج ما دخلتني في مضافري وخجلتني الحكايه دي ما كثيره علي شديد. انت براعي اليمين الله يكرمك وركازتي اللي انا متكل ومعتمد عليها والله تستاهل كل خير يا ايمن. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. اها قلت شنو يعني كده والله يا اقول لك شنو يا حاج خلاص خير. ايوه بس خير بعد ده خلاص نحن اخر الشهر دي يبقى العريس لكن نعم. بس في حاجه واحده. في شنو ان شاء الله خير يعني ما لازم تشوف العروس وهي تشوفك وتتكلم معاها وتتكلم معاك. نعم. لو وافقتك وانت وافقتها نعقد طوالي. خلاص. وبعدك نحدد العريس. ما في مانع. بس خلاص على بركة الله. شنو بيضرب راسه في الحيطه كيف الكلام ده ها طيب انا جاي هسه خلاص يا حاج ايوه يا حاج شنو يا حاج والله دي فتحيه في البيت قالت سعد تعبان وبيضرب راسه في الحيطه وحالته سيئه يا ساتر طيب انا امشي معاك يا حاج لا 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 انت خليك هنا عشان خليك في الدكان يا حاج خليني اقفل الدكان واجي معاك الحاصل عليه سعد ده انا عارف اعراضه من شنو سببه شنو ماله الادمان يا حاج ادمان لا حول ولا قوه الا بالله حصلوا يا حاج نوديه المستشفى يا حاج المستشفى لا انا كويس المستشفى لا كويس يا سعد يا حاج لا انا كويس المستشفى لازم نوديه المستشفى الامراض النفسيه يا حاج انا ما فريد طقه واحده كرناف اللي بتفاصح ده طقوا لك بنيطار هناك اتقول كان بيبلغ مستعمل عرقله بطقك بجيب خبرك خلاص سكت ها نخش بي ده كله منك انت يا ريس دلعته لحد ما
طلع لنا فوق ريسينا. سنين دي كلها وضبه يا هوزاته ما تغيرت، ايده ناشفه. انت حتى انت يا ريس شمتان علي، استاهل انا. ما تزعل يا كورناف، انا ذاتي جه هنا لما فيني خنقني خلاني افتفت. كلنا في الهوا سوا. عرقله سكت. طيب يا ريس عايزين حل، نحن نعمل شنو؟ ما بيشيل التار ابوه يبقى حمار. خلوني افكر، طلع عليكم بمصيبه كبيره، بس اصبروا لي شويه. الحمد لله سعد تحسن كثير. الحمد لله. الحمد لله سعد. نعم أبوي. أنت كيف دلوقتي؟ كويس يا أبوي، الدكتور قال في تحسن. لو أسبوع تاني بالكثير ويطلع تمام التمام. الليلة الدكاترة واحد يمرق وواحد يجي، والعجب الممرضات إن شاء الله يا يما يوم الشكور ما يجي. الصلب ما قصر مع سعد ولدي. أها، وقال لي يا حجة صبرني يعني، وقال لي يا حجة أصلك مشيها، الموضوع ده بسيط. بسيط أيوة، لكن دايرة إرادة قوية. أوعدك أبوي إنه تاني أكون يدك اليمين، بعدينك أي بلاوي كتيمة كانت مبارياني فانتهي منها، وإن شاء الله تاني بس شفت أكون يدك اليمين إن شاء الله. حصل خير يا ولدي، طالما انت براك وعيت وفتحت بتشفى ان شاء الله ان شاء الله. يا جماعه افتكرنا خليه يرتاح شويه والله. ايوه هاي نخليه يرتاح. قوم ارتاح. ارتاح ابوي. ما تقعدش شويه. بنقعد هناك جنبك، بنقعد شويه ونمشي. ارتاح ارتاح. هاي خلاص. وين؟ ايوه هذاك، وباين علينا اولاد بنيه بطاله. باين ده؟ ايوه.